حذرت مديرية الأمن العام من نشر وتداول مقاطع فيديو قديمة مضى سنوات عليها على أنها حدثت أمس، وتعمد أو يتعمد استخدامها لإساءة الأجهزة الأمنية وتضليل الرأي العام. وقالت المديرية أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق ناشري هذه المقاطع المضللة والمسيئة، داعيا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التوثق والتأكد من تفاصيل المواد ومن مقاطع الفيديو التي تردهم، وذلك قبل إعادة نشرها، انطلاقا من مسؤوليتهم في نشر الحقائق فقط، وتجنبا للمساءلة القانونية عن أي إساءة تحملها تلك الفيديوهات والتي تخالف الواقع. وانضم إلينا هنا في الاستوديو السيد زهدي جامبك، المدير السابق لإدارة الأمن الوقائي. سيد زهدي، أهلا وسهلا بك في نشرة الرابعة. سيد زهدي، إذن نشر مقاطع قديمة على أنها يعني واقع هذا اليوم، وبالتالي لها تأثيرات على الرأي العام وفيها إساءة أيضا للأجهزة الأمنية، خطورة ذلك؟ والله سيدي، أول شيء يعني بدك إياها شرعا ولا عرفا؟ ومن ناحية من ناحية الشرعية سيدي، يقال أنه كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فهذا بحد ذاته يعني أنت قاعد تدخل في يعني من ينشر ويعيد النشر قاعد يدخل في إطار هذا الإثم. ثانيا، أنت لا تصدق كل ما تسمع ولا تصدق نصف ما تراه. هاي قواعد يعني من قواعد اللي يجب أن نتعامل فيها بين وبين بعض، ويجب أن نتعامل مع الآخر كما نحب أن يعاملنا الآخر، يعني ما نحب أن نقوله عن الناس نحب أن يقولوه عنا أيضا. الوطن سيدي أمانة في أعناقنا جميعا، أي شيء يتم نشره لابد اللي يكون فيه له سبب. إحنا بدون ما ندخل في التفاصيل المعقدة الكثيرة ما نفكر في الأسباب كثير، لكن نفكر إن إحنا جنود وحراس على ثغر من ثغور الوطن، وإنه كل ما نقوم بقوله أو نشره أو إعادة نشره لابد أن يمس إما شخصا أو مؤسسة أو الوطن بأكمله. إذا تدعو أن يكون هنالك لرواد التواصل الاجتماعي مسؤولية وطنية وحتى أخلاقية قبل نشر أي مقطع فيديو؟ 100% سيدي، المسؤولية الوطنية أولا، ثم المسؤولية الأخلاقية ثانيا، ثم المسؤولية الشخصية ثالثا. وهي كلياتها مطلوبة من كل مواطن، مش من شخص غيره، مش من شخص دون شخص. يعني كلياتنا الوطن والأشخاص أمانة في أعناقنا سيدي، ولا يجوز أن احنا نسمح بمهاجمة الوطن للإساءة إلى شخصيات أو مؤسسات أو حتى أفراد. لا يجوز أن نسمح بهذا وإحنا قاعدين بس يعني بنفكر أنه في لعبة أو في الألم الذي نسببه نتيجة نشر مقطع فيديو أو نشر إشاعة. لا يمكن أن نقدر نعالجه، وجرح الكلمة أعمق من جرح السيف دائما سيدي. نعم، وفيه أيضا تضليل للرأي العام، ويعني أخذ توجهات الرأي العام نحو يعني نقاط مخالفة لما يحدث في الواقع، وهذا يكمن الخطورة. أستاذ زهدي، سيدي كل ما قلته سابقا يتعلق لما تكون النوايا حسنة. أنا بقول لا تنشر ولا تعيد النشر ولا حتى لو كانت النية حسنة، كل ما قلته سابق بالنية الحسنة. أما إذا جينا لهذا الجانب، هذا جانب خطير جدا، أنت قاعد تتعاون مع شخص يريد أن يمس وطنك، هذا موضوع مختلف تماما. أنت مش بس تأثم ومش بس أنت قاعد تسيء موضوع أخلاقي أو تسيء بشكل شخصي، لا، أنت قاعد لون لا تحارب وطنك، ولا يجوز أن تنضم إلى الجزء الآخر الذي يحارب وطنك. أنت لازم تكون حارس من حراس الوطن، مش تكون شخص يحقق للآخر ما يريده. كل ما ينشر سيدي، هلا أنا وياك قاعدين في غرفة خاصة بنحكي حديث خاص، إذا خرج هذا الحديث الخاص إلى الملأ، إما أنا أو أنت، اللي بده يعيد النشر اللي بده يعرف أنا ليش سربت هذا الحديث اللي بيني وبينك إذا كان حقيقي. وإذا لم يكن حقيقي لا يمكن لشخص ثالث أن يطلع عليه إلا إذا واحد من اثنين بده يطلعه. طالما إحنا ما طلعنا معناته ما يقال كذب، إذا أنا وياك واحد منا طلعه معناته في هدف. يجب أن ينظر الناقل والناشر ومعيد النشر ما هو الهدف من أني أنا سربت هذا الحديث اللي بيني وبينه. إذا كان هناك شيء خير فإحنا كلياتنا مع الخير، لكن في الغالب أنا بأكد في الغالب في الظرف اللي إحنا موجودين فيه حاليا، إعادة النشر اللي قاعدة تسير، الفيديوهات اللي قاعدة تنتشر، إعادة إنتاج الفيديوهات اللي كانت قبل 3 سنوات وأربع سنوات في إحدى المرات كانت خارج الأردن. كانت فيديوهات يعني من خارج الأردن تنسب إلى الأردن حتى تسيء الوطن، هذا موضوع يختلف عن حسن النية. حسن النية بنقول والله يعني دير بالك لا تنشر إشاعة لا تنشر بلطف، لكن الموضوع الآخر لا، مختلف كليا. طيب سيد زهدي، هذا يدفعني لكي أسألك عن نقطة أثارت أو قانون، مشروع قانون أثار جدل واسع خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وهو مشروع قانون الجرائم الإلكترونية. باعتقادك هذا المشروع مهم في هذا الوقت بالتحديد ليعني التحديد والحد ووضع قيود على مثل هكذا إشاعات تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو أولا يعني هذا القانون ليس جديد، هو قانون يعني قديم من سنة 2015 وما قبل 2015.
اللي حدث حاليا تعديل لمواد القانون برفع العقوبات على مواد معينة في القانون، وهذا حق تغليظ. نعم. وهذا حق تغليظ العقوبات، وأنا مع تغليظ العقوبات في هذا الموضوع بالذات، لأنه والله العملية اللي تنتج عن الإشاعة عملية معقدة جدا ولا تستطيع وقفها. وأنا بدي أضرب لك مثل شعبي، يعني مثل اجتماعي، يعني أنت بتقعد في مناسبة اجتماعية يا أخي وبتحكي كلمة، اللي قاعدين بسمعوا الكلمة منك، سواء كان هذا مثلا مناسبة سعيدة أو مناسبة لا قدر الله، اللي قاعدين 20 شخص بسمعوا منك الكلمة، كل شخص من 20 بعيد هاي الكلمة لجروب آخر، لمجموعة أخرى تتعلق فيه هو اجتماعيا. لا يمكن إذا تم تصحيح هاي المعلومة لك أنت اللي حكيت في هذه المناسبة، إذا تم تصحيحها عندك وأنت قلت والله آسف ما كنت أعرف أنها هيك هاي لازم أصحح، لا يمكن أن تجد 20 شخص اللي حكيت لهم معلومة مجتمعين مرة ثانية. صح. والأسوأ من هيك، لا يمكن أن تتواصل مع الدوائر التي تواصل معها كل شخص من 20 هذول. بكل تأكيد. اللي تسببته أنت زي الشجرة، يعني الكلمة بتطلع، انتشرت الكلمة بتطلع وانتشرت الإشاعة، لا يمكن إعادتها، لا يمكن استعادتها، ولا يمكن استعادة تأثيرها، وأحيانا التأثير قد يكون مؤذي لدرجة يعني حدوث جرائم، حدوث قتل، حدوث مشاجرات. الإشاعة مش سهلة يعني، وبالتالي تغليظ العقوبات على هذا الموضوع أنا معه تماما شخصيا. إذن أستاذ زهدي تقول أن الحل لضبط هذه المساحة الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الأخبار، خطاب الكراهية إلى ما ذلك من يعني أحاديث تكون موجودة وتطفو على السطح عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها، هو بتغليظ العقوبة وبالتالي يعني وضع حد وردع، إضافة للوعي الرواد، إضافة إلى الوعي، يعني كما قلنا يعني المسؤولية الأخلاقية والوطنية، يعني نعود لها خطين متوازيين. نعم. يعني هلا يعني مؤخرا الناس تتفرج على قانون الجرائم الإلكترونية منفردا عن يعني مبادرتين لطيفتين، يعني المبادرة الأولى كانت من عطوفة مدير الأمن العام، هم عادة اللي بيحثوا الناس على أنهم ما ينشروا ما يعيدوا نشر الفيديوهات أو إلى آخره من الأخبار والإشاعات، مبادرة لتبينوا مبادرة لطيفة من الأمن العام، وهي يعني بتحكي أنه لا تنشر الإشاعة قبل ما تستوثق منها. والله الاستيثاق من المعلومة اليوم بتطلع تليفونك بتحط عليه على جوجل، إذا صح يعني بتحط لك كلمتين بتطلع عندك هناك يعني أيضا منصة حقك تعرف أيضا منصة يعني حكومية تم أيضا تم إطلاقها يعني رعاية من دولة. نعم. رئيس الوزراء، وكانت الهدف منها أقسم بالله يا رجل، قعدت أنا مع يعني جروبين مع مجموعتين بعد إطلاق المنصة وبعد لتبين، واثنين بيحكوا يعني بدهم يحاربوا الإشاعة. نعم يا أخي بدنا نحارب الإشاعة. طيب شو المشكلة أستاذ زهدي؟ يعني البعض يسأل كيف يمكن أن نوازن ما بين مساحة حرية التعبير لدى المواطن وما بين يعني المسؤولية الأخلاقية عليه وأيضا ضبط الإشاعة، كيف يمكن أن نوازن ما بين هاتين النقطتين؟ المعلومة والحوار سيدي، يعني المعلومة، توفير المعلومة الحقيقية في الوقت يعني في وقت يعني سريع، هذا حقيقة عبء على الدولة، على الحكومة، وعبء على المؤسسات الإعلامية المحترمة، بحكي عن تلفزيون المملكة، بحكي عن تلفزيون المملكة الأردنية الهاشمية، بحكي يجب اللجوء إلى مؤسسات إعلامية محترمة ما من أهدافها إنها بس تنشر شيء حتى تعمل يعني لا تصنع سبق صحفي. أيوة سبق صحفي، لا أنت قاعد تعلم المواطن بشيء حدث. نعم. مش قاعد تحكي خبر حتى تعمل من وراء بلبلة وتعمل بروباغاندا إلى آخره. توفير المعلومة مهم جدا حتى تقضي على الإشاعة. بالمقابل أيضا الحوار، إحنا لازم نتعلم كلياتنا كمواطنين إنه ممكن الحصول على المعلومة اللي بدنا إياها بدون ما نلجأ للمواقع اللي مشبوهة أحيانا. نعم. واللي لها أهداف ثانية أحيانا، وبنفس الوقت لما نحكي مع بعضنا نحكي بهدوء، يعني اسمعني. نعم. يعني اسمعني وشوف شو وجهة نظري، ويمكن أنا أفيدك في معلومة ويمكن تفيدني، مش اللي بحكي أنا دائما هو الحقيقة المطلقة واللي بيحكوه الآخرين مش صحيح، مش دائما ما تقوله الدولة أو الحكومة أو الناطقين الإعلاميين ما بدنا نصدقه، مش لا والله مش هيك. نعم. يعني أزمة الثقة هي موجودة أصلا دائما، يجب أن نثق، يجب أن نثق إنه الناس بتحكي صح، على الرغم من تجارب كثيرة صارت أنه وصل المعلومات مش صحيحة تم تغطي صحيح، لكن يجب أن نثق، لازم الظن بالآخرين، الظن الحسن بالآخرين متطلب شرعي ومتطلب اجتماعي أيضا. الأستاذ زهدي جامبك المدير السابق لإدارة الأمن الوقائي، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك سيدي. شكرا لك. شكرا لك.